جايز واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناتي. اليوم رجعت لكم بفلوج جديد، وهذا الفلوج راح يكون 24 ساعه بحياتي، فرح تقضوا معي 24 ساعه. شو راح اعمل الظهر الصبح العصر ولا ما هناك. فانا هلا بلشت فيه متاخره، فحاعمله على يومين وهيك راح تقضوا معي يومين مش يوم. So guys، هلا رح نبلش الفلوج، بس قبل ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب وتابعوني على الانستغرام، كل شيء تحت بالديسكربشن، ويلا خلونا نبلش. guys هلا نحن صار بعد العصر، فرح فرجيكم انا اوقات بعد العصر شو بقعد بعمل. اوقات ما بعمل شيء، بس بقعد بحضر مسلسلات او بحضر فيديوز على اليوتيوب او بقضي انستغرام. سو يس سو لا واثقه من نفسيها مش واخد بالها. انا اوقات بعد العصر بقعد بحط ميك اب وهالاخبار، فيس هلا رح قعد احط ميك اب وفرجيكم النتيجه. تبقى انا هلا ماني حاطه شيء على وجهي ابدا. فيس هلا انا حفرجيكم شويه مقتطفات كيف عم بحط الميك اب، بس ما حدا ياخذ بالاعتبار اني انا بعرف احط ميك اب، ما بعرف احكي عربي، بس ما حدا ياخذ ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ بتاع اللي انت قلتها. ايه انا عايز جمله مفيده. قول لي جمله مفيده عشان افهمك. ايديا مني او شيء ما بعرف عم بحكي، المهم فهمتوا. سو انا مش ميك اب ارتست، فانا اللي بعرفه رح اعمله وبس. يلا نبلش. سو جايز اعذروني على الاصوات اللي ممكن تطلع، ما بعرف سياره، يمكن موتير ماي، يمكن موتير تحتنا، ما بعرف. المهم ما حفيني اسكر الشبابيك هلا لانه كتير شوب اصلا. فيس هلا انا جهزت كل شيء حدي، شنطه الميك اب، فرش الميك اب، وفي باليتها ما بتعمل بالشنطه. فيس خلونا نبلش. انا بستخدم الفونديشن، بستخدم الكونسيلر، هو مفروض واحد بس يغطي العيوب، يغطي الاشياء اللي تحت العيون، بس انا كمان بستعمله لحتى خطي، حتى غطي شوية الاحمرار اللي عندي هون بخدودي وبس. سو يس اول خطوة رح نبلش فيها هي، هلا بعتقد اول خطوة لازم الواحد يحط ايدغاتون او شو بسموه، منتل شو بسموه، اي نيد هيلب، الايدراتون او شو مرطب. يس رح روح جيب ال نسيت اسمه المرطب وارجع ثواني. سو انا رجعت، هيدا المرطب الحكيم وصف لي اياه، فانا بستعمله لانه حكيم وصف لي. سو انا هلا لحقت شوي منه، دائما بحب احط كل شيء في كريمات على ايدي من فوق، مش ايدي من جوا ما بعرف ليه. سو جايز انا هيك حطيت المرطب، هلا بنخليك شوي لحتى البشره تشربه، بعدين نبلش نحط الاشياء على الوجه. نرجع جايز هيك الكريم تشرب شوي البشره. فهلا اول شيء رح نحط كونسيلر، هلا ما بعرف اذا عم بستعمل صح ولا عم بستعمل غلط، فما حدا ياخذ مني. اوكي بينا مثل جوكر. انا ما عندي السبونج يلي بيستعملوا الميك اب ارتست، سو انا حاستعمل سبونج الطبيعي اللي هي ايدي. هلا انتم ممكن على الكاميرا ما راح يبين، او ممكن على الكاميرا، على فكره ما بعرف احكي عربي اظن. سو انتوا عندكم بالفيديو ما راح يبين الاحمرار اللي كان عندي هون كتير، ما بعرف اذا بين قبل، بس هلا عن جد تغطى بفضل هذا الشيء. سحر اتس ماجيك. انا هلا حطيت الكونسيلر على تحت عيني مشان يخفي السواد، وحطيت على هدول الاحمر اللي كان عندي هون. بالمناسبة أنا هول اللي عندي هون هون وهون هني وردية، ما بعرف إذا بيروحوا ولا لا. أوكي الخطوة اللي بعدها، أنا أوقات بستعمل هيدي الباودر، على فكرة كانت جديدة بس ما بعرف ليش الاسم راح عنا. المهم كمان من روبي روز، روبي روز ما بتفتح. أوكي سو أنا كمان هيدي الهيل باودر بستعملها بعد ما
هدول الاشياء على وجهي. ميسان 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 بيثبت لي الميك اب. مبين عليكم انه في فرق؟ لا. اوكي تتا في فرق ما هيك؟ انه صار في هيك مثل اللون البني الخفيف على وجهي، انه على لون بشرتي يعني. So guys الخطوة اللي بعدها رح اعمل اي شادو. في يس هلا انا ما من زمان اول شيء قبل ما احط الاي شادو، هلا انا ما عندي كتير باليتات اي شادو فحاستعمل اللي عندي. اوقات بحط شوي من هيدا كبيز تحت اول طبقة، فهلا هيك رح اعمل ولا حطه او دغري بفرق مره يعني ما استعمل ريش صغيري فحاستعمل بس هون زداد فبغنجن بستعمل هيدي الريشه. خلينا نستعمل المرايه بتاعت هيك. اوكي سو هي بجي بعمل هيك ما في فرق. ما عم رجع نفرجيكم هي بالنسبة لأول طبقة. أنا مش مقررة أي لون بدي حط فوق عيوني، وأكيد ما حتى مع الشي اللي لبسته لأنه هذا إنه يعد بيجاما، فلحاول حط هيك لون خفيف. سوري على الأصوات اللي عم تمرق وراي بس حياة، هذه حياة صوية. لحاول حط ألوان طبيعية، ما حط ألوان من الطبيعية. أوكي جايز سو لح أستعمل هيدا الريشة، ما بعرف إذا صح بس إنه هلا هذه المتوفرة لدي. استعمل الألوان الروز وهذا الشيء اللي هون وادمجهم ببعض لنشوف شو بيطلع بالأخير. حس في كتير عالم عم تحضرني ما بيهم هذا الأمر. So it's okay. Enjoy the video. 2 hours later. So guys, هيك أنا خلصت مكياج العيون. هلا لحني حط ماسكارا وليبستيك وبس. ما هخاطر أحط أيلاينر لأنه أنا فشل بحط الأيلاينر. فأنا كتير مبسوطة بمكياج العيون فما رح أخربهم بالأيلاينر وهكذا. So وبس. Okay guys, هلا لحني حط الماسكارا. ومثل ما شفتوا قديش حياتي مملة يعني انا بقعد اوقات هيك بقعد بتسلى يعني بعد العصر بحط ميك اب، فقلت اليوم بقعد بتسلى معكم وبحط ميك اب يعني هاي من عاداتي انا بعملها يعني منه شيء جديد ابدا. فيس حبيتوا؟ مستحيل قعد حط ماسكارا الا ما تنزل نقطة سوداء هون. هيك انا حطيت الماسكارا شوفوا سهل. Thank you. So guys انا هيك حطيت الماسكارا مثل ما تكون شايفين وقصها بس الليبستيك وبس، وهيك كون خلصت روتيني منه روتين بتاع الميك اب. So الحمرة اللي حطها هي من عند سموان، بتلاقوها بالصيدلية حيالا محل. هي هيك صغيرة وكيوت هيك لونها. كمان رح نستعمل هالمراية ونحط شوي بس حطيتها هلا بس مشان اذا بدي اعطي لمعة قصها اكثر. هيدي هون شي كتير كيوت، هيدا الشي انه مرتب للشيف بس كمان انا وقت بستعمله لحتى تزيد لمعة للحمرة تاعتي. And that's it. هيدا الروتين اللي منه روتين للميك اب يلي اوقات بعمله بعد العصر اذا كانت ضجراني وما عندي شيء. فيس ان شاء الله تكونوا حبيتوا واستفدتوا واستمتعتوا. ويلي ما بيستفاد بس اعمل لايك. وبتصدقوا انه بعد ما حط كل هالميك اب وظبطه وحطه ولا ما هناك برجع بشيله. بس انه هيك اوقات وقتها بكون هيك ضجراني كتير وما عندي شيء اعمله ولا لي حل احضر مسلسل ولا اعمل شيء بحياتي، بعد بحط ميك اب بحط هيك وبتصور، واوقات بحط على الانستا واوقات لا وبس.
وبس وبرجع بشيلهم يعني لا مناسبة ولا لشي. ياي شفتوا محطة ما بعرف سمون بودرة على الأخدود لأنه ما بدي حط. فأنا هلا رح أرجع شيلهم وصاري على أصوات الطريق. سو أنا هيك رح شيلهم وأرجع لكم ونكمل روتيننا المسائي اللي هو كمان منه شيء كتير خطير بس تبقى مرة رح اعمل هذا الفلوج. ليه؟ لانه انا حطيت على الانستغرام انتو شو بتتمنوا يعني حطيت على الانستغرام انتو شو بتفضلوا فلوج ولا تشالنج، فطلع عندي الاكترية بدون فلوج فقلت ليش لا بحاول اني صور لكم فلوج عفوي هيك ما منه شي بقلبه فكرة ابدا، لان زيارة لان لا هو زيارة محل ولا اني رايحة رحلة ولا شي ولا شي. سو هيك رح يكون الفلوج خفيف لطيف ظريف وإلى ما هنالك. وانا اجمالا من النوع يلي ما بيحب كتير يطلع برا البيت، ما قالي حال اطلع كتير برا البيت تفهموني رايت بس انه هالعجقة على الطريق امتى بدها توقف؟ تقولوا اوتوستراد وانفتح انه هلا جاي اعرس. حلا حلا جميل جدا حتى سو جايز هلا منكفي الروتين. انا هلا جهزت العشاء فهلا رح فرجيكم شو هو العشاء، شيء كتير بسيط خفيف ما بحب العشاء الثقيل انا ابدا. اوكي فهلا رح اقعد احضر برنامج واكل العشاء وفرجيكم شو رح اكل والى ما هيك. سو ليتس جو. سو جايز مثل ما خبرتكم انا رح اكل العشاء وهيك كون خلصت تقريبا روتين تاع عشية، ما في شيء كتير مهم. هلا اخر شيء بفرش اسناني وبنام. سو ما رح افرجيكم هذا الجزء فيس وبشوفكم عبكرة. باي. سو جايز انا هون حضر العشاء تاعي هو حبش مع جبنة وهيدي سموني التاني بقلبها زعتر حلبي وخسة. وهون رح احضر برنامج من برامج الواقعية للايدولز اللي بحبهم سو هوني فرقة ان هايبن، فهلا رح احضر واستمتع بالوقت واكل ولا ما هناك. سو يس اوكي جود مورنينج جايز. هلا صار الصبح مدري الظهر لاني فقت متأخرة. المهم فقت لقيت انه في عنا غيوم اليوم تتتا فهيك تحت شتي الله يبعث الخير. وهي الشجرة طلعت كبرت عنا ضيعت لي الفيو كله. طب يس اوكي فيس كل يوم واو. هلا احنا بلشنا نجهز الترويقة يلي صارت ترويقة بين الترويقة وغدا يعني اون جنرال. فهلا عم نحط اشياء هيك حواضر والى ما هناك. هذا الشيء كتير طيب. جايز هيك التروية كلها صارت جاهزة. اكيد ما حاكل كل هول الاشياء لحالي فحنا اكلهم انا واخواتي اكيد. فياس هيك التروية سو كيوت متواضعة. حفرجيكم شيء كتير حلو بهدول بيبرموا سوا يعني مثلا اذا انا بدي زيتون ما لازم او بدي ما ضروري قوم ومدري شو او حدا يناولني بس ببرم. واو حتى هيدي بتبرم. واو صايم كتير حلوين كيوت. جايز مثل ما بتعرفوا صار تاني يوم وهلا صار الظهر صليت الظهر وكل شيء. هلا خالتي عزمتنا على الغداء فانا هلا جهزت ولبست وكلاتنا تقريبا جهزين ولبسين ورح نروح لعندها او عم بيوصل لانه بتعرفوا في كتير عصافير لازم لتقويس. مهم ليتس جو. شوف شو في عند خالتي زرف ياكل مانجا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انا كتير بحب المانجا. ايه سو كيوت.
بقالي كتير حلوين. ما شاء الله. يا سلام بيت خالتي. هنشوف الزهرة ده. هدي كيبسي. هات لنصور هنبتي. اوكي واو هيك الزهرة شو حلوة. ما بعرف شو اسمه هون. شو اسمها هاي الزهرة يا حمودة؟ تعرف شو اسمه؟ ممكن هتتحول على أكل. لا ما بتتحول على أكل. هذه زهرة بس. هاي لعبتي. هاي. 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 شو اسم هاي الدولة هون؟ قول كندا. 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 برافو يا خليل. كندا. مين في عنا بكندا؟ خالته وفاء. قول مين؟ خالته وفاء. وفاء؟ كيوت. هاي فايف. حطوا لي هاي فايف. برافو. باي. شو اسمك؟ اسمي رمان. قد ايه عمري؟ 10 سنين. راح يصير عمري 10. شو اسمك؟ شو اسمها؟ طلعت. اوكي. يعني هيك ما ترد. حمودي. اوكي. حمودي. اربع سنين ونص. طيب هلا حلعب كل لعبه منهم تقولوا يس ولا نو ولا شيء. اوكي؟ ولا ايه ولا لا ولا لا. وبيخسر خلص. بيخسر. بيخسر ويقف معك وبيتفرج. ايه خلص اللي بيخسر بيخسر. سو حاسال اول شيء لمار بعدين حمودي من الكبير للصغير. اوكي سو انا هلا رح اعمل تشالنج مع هالي الاولاد الكيوت. هالي اولاد بنت خالتي رايت. سو يلا هلا حعمل معنا تشالنج ويلا نبلش مع لمار. لمار رح بيت الطقس اليوم. ممكن. ممكن. طيب شو حبيت الاكل اليوم؟ بسرعه بسرعه بسرعه. قلتي لا. لا ما قلت لا. بسرعة شوي شوي. طيب صح أسألك سؤال. قصدي كتير كتير. صح أسألك سؤال وبدك تجاوبينه بسرعة. أوكي. بتحبي المدرسة؟ ممكن. بتحبي تفيقي بكير؟ أحيانا. أحيانا. طيب ما عم تخسر لمار. شو لازم نعمل؟ نجي لعندك بجولة تانية. بلش مع حمودي. حمودي ليش مبسوط هالقد؟ طيب حمودي انت بتحب مدرسة؟ ايه كتير. خسرت. ايه كتير. حمودي خسرت. يلا روح بالجولة التانية لما بتكوني سريعة جدا. بتحب تروح عند التيتا؟ طيب اوكي. بتحب تروحي عند التيتا؟ ممكن كتير. حمودي الغليظ. لمار تحبين انه حيصير عندكم بيبي جديد؟ ممكن. ممكن. بتحبي تسافري؟ كتير. يعني بتحبي الطيارة؟ شوي شوي. لما عم تخشري لمار بتحبي الورد يا رمار؟ لا الورد. فلاور. بتحبي الورد؟ خسرت لمار بأخيرا. بس هيك خلصنا التشالنج البسيط مع هولي القرود قصدي الاولاد الحلوين الكيوت. يلا قولوا باي باي. روح نكمل يومنا الجميل. شوفوا المنظر من عند بيت خالتي قد ايش حلو. شوفوا الضباب على الجوال قد ايش حلو. هاي لمر. سو جايز نحن هلا رجعنا على البيت ومعه بيكون خلص الفيديو وخلص الفلوج وخلص النهار. ف يس ان شاء الله تكونوا حبيتوا واستمتعتوا فيه. بليز ما تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وكومنت
واكتبوا لي تحت بالكومنت اذا حبيتوا هيك انواع فيديوهات، وبشوفكم بفيديوهات تانية. باي.